ازيكم عاملين ايه؟ اخو قناة يونس جيمنج اكس واي. النهارده يا شباب هنلعب لعبة روبلوكس مرة تاني يا شباب. طبعا انا فرحان جدا جدا ان انا نزلت فيديو النهارده، ان الفيديو بتاع النهارده فرحان جدا. انا بصور على الكمبيوتر اصلا، لان انا ده حلمي زمان، لما كنت عايز اصور فيديوهات، يعني كان نفسي ابدا على الكمبيوتر. للاسف ما قدرتش. البدايه طلعت بدايه القناه لازم اصور على الموبايل، بعد كده يعني عملنا حاجات، يعني حاولت اكتر واكتر، وعرفت الحمد لله ان وعرفت اعمل ايه، وعملت فعلا. فدي حاجة حلوة خالص. هروح هنا صح؟ ايوه هنا بقى المكان. يا ولد طبعا شباب، لو عايزين نصور كتير على الكمبيوتر يعني قولولي كده، وانا هنزل لكم على طول. ولد مش عارفة اعدي خالص. ايه ده؟ اهو المكان، اهو الورق. الحمد لله، هاي مكان. لازم ننزل هنا يعني. اهو دلوقتي دي لسه في البداية. لا مش عايزين نطلع. انا اول لازم نعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اعمل كده. دخلنا في مكان جديد. ولد دي محتاجة كده. يلا نحاول قدها ان شاء الله. مش عارف ده ايه، ده ايه اللي بتاع بتوصل حاجات؟ مش عارف، ما اعرفش دلوقتي. قنابل مالها؟ هناك كانت قنابل دي. هناك بتاع دي سهلة شوية، مش الدرجة دي، عشان دي ممكن نقع فيها لو مش مركزين. تمام، بصوا قلت لكم مش هنركز قوي. ممكن ما نركزش قوي في ال، ممكن واحنا مش مركزين كده نقع على طول، بس هي عموما سهلة يعني. خلينا يلا نركز. يلا نمسك القنبلة هنا. يلا يلا خدت شيك. دي سهلة دي يعني. هات المطرقة. اعمل ايه؟ محتاج عربية من العربيات دي. ملحقتش. ماشي كده كده واخدين تشيك بوينت. يلا واخدين احنا تشيك بوينت. ملحقتش. هنلحق ان شاء الله، عادي نلحق ولا منلحقش؟ نلحق ان شاء الله. يلا شباب، طبعا يعني طبعا رجعنا يعني للقناة، فهننزل كتير. خلينا عملناها اهو. ولد
النهارده؟ كده كده واخدين تشيك بوينت. ملحقتش هلعب كده وخلاص، يعني هلعب من غير الماوس. لا احنا كده بروح العكس. عدينا اهو. طبعا يا شباب لو عجبكم، لو عجبكم ولد كم ثانية كده، نستنى شوية و شباب صح نسيت، ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. الله اهو دلوقتي هنبدأ. تقريبا لعبت الماب دي قبل كده او شفت عنها قبل كده يعني. طيب دي هخشها ازاي؟ ايه ده، هتوديني لفين دي؟ تقريبا هتوديني مش عارفش. ننزل هنا، خلينا ننزل. فاشن انا كنت افتكر هتطيرني لفوق. كابتن مش عارفة انا بمشي صح ولا بمشي غلط ولا ايه. بقى خلينا نكمل. طب ما دخلني في مكان يبقى ماشيين صح. ايوه اكيد الامكنة اللي كانت مقفولة دي مش هنروح لها تاري، او ممكن نروح لها بس مش ممكن. بتاع المستوى بتعلق شوية فمش عارفة انط اصلحها شوية. هي بتتأخر النطة، النطة هي اللي بتتأخر. كده كده ماشي مفيش مشكلة يعني. واخدين تشيك بوينت. ايه تشيك بوينت محتاجة توجيه هنا. ولد ليه كده؟ والله العظيم خد التشيك بوينت.
طب نعمل ايه يعني؟ البتاع لازق على طول في وش، ولا ده الحديد اللي تحت اللي مصدق قدامي على طول؟ ايه ده يعني، هنط ازاي؟ من على الجنب مثلا كده، نروح نطين ومن هنا تركز شوية وانا ليه مش مركز النهاردة؟ الفيديو طبعا بتاع العربيات نزل كذا مرة، فانا مش مركز خالص، كل شوية عمال اعمل له ابلود، مش عارف انه هو نزل اصلا. يا لهوي، مش مركز خالص النهاردة، انا مش مركز عشان اول، بصراحة اول مرة اعرف البرنامج واظبط كده، وكمان يعني مش مركز في الباركور. ركز ركز شوية، وبعدين حرام حرام، ليه 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 يعني، ليه 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 شاب كده حاجة ظهرت في الشاشة. مش عارف، سيبها تحت، مش عارف ايه اللي ظهر ده، بس ماشي بقى، نبقى نشوفه بعدين. همشي خالص، مشيته. وبعدين يعني المرحلة دي شكلها تخوتنا، ف شباب بس ماشي شباب، نرجع لكم بس عشان انا ايه، انا حصل لي حاجة شباب. طبعا رجع لكم دلوقتي، ف خلاص رجعنا لكم في ماب تانية، الماب اللي قبليها بصراحة يعني أنا زهقت كده، يعني مش فاهم حاجة. الماب التانية زهقت خالص، يعني حاجة طولت معايا. ايه ده طولت معايا لدرجة ان ايه، ان انا زهقت. كنت اقول لكم ساعة بس مش للدرجة دي، شوية طولت معايا، فانا قلت اخش اي ماب كده اتسلى فيها شوية، فلقيت الماب دي قلت ايه، يلا بينا. كانيش بص، ينفع وانا بت ايه ولد 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 وي ولد ولد. نقعد هنا شوية. ايه السلام، سلام على القعدة. مين ينفع اخد الحاجات دي؟ دي روبوكس، دي كلها ينفع تتاخد. روبوكس روبوكس، ما انا بقول كده يعني.
لازم تدفع فلوس، مش معايا انا فلس. اي كلام خلاص، ما في كلام فاضي يضيع لكم فلوس. ماشي، بتدفع حاجات خلاص. جيت سكي، وي 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 لا بيبي، يا سلام على الكلام، على أي كلام. طبعا شباب دي نهاية الفيديو بصراحة. يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. يلا.